الفنانة ليلى عوض وسبب اعتقالها وزواجها وطلاقها وما لا تعرفه عنها. أهلا بكم، واحدة من أهم وأشهر النجوم للدراما السورية التي تمكنت من خلال موهبتها وإطلالتها القوية من الحصول على حب واهتمام جماهير سوريا والوطن العربي. هي الفنانة التلفزيونية والمسرحية والمخرجة ليلى عوض، ولدت في يوم 25 من شهر أكتوبر عام 69 في دولة سوريا. حصلت على إجازة من المعهد العالي للفنون المسرحية، وتمكنت من العمل مع كبار نجوم الفن والتأليف والإخراج في الصناعة السورية. تزوجت ليلى عوض من الكاتب الكبير مازن طه وأنجبت منه طفلها الوحيد. عانت الفنانة السورية ليلى عوض لفترة طويلة بسبب اعتقالها من قبل أمن الدولة السورية بأمر من الرئيس السوري، وذلك بعدما قامت بالإدلاء بأكثر من تصريح اعتبره الرئيس بشار مناف لتعاليمه. ومنذ هذه الفترة انقلبت حياة ليلى رأسا على عقب. عاشت ليلى حياتها ووهبتها للفن والتمثيل منذ بدايتها عام 89 وحتى وقتنا هذا، فلم تفكر قط في كيفية قضاء بعض الأوقات للاستمتاع، بل كانت تفضل العمل والجد والحصول على أفضل الأدوار. ظلت ليلى كذلك حتى قابلت الشخص الذي غير حياتها وجعلها تأخذ قرار الزواج، الأمر الذي كان يستبعده عدد كبير من المقربين لها. فتعرفت على الكاتب التلفزيوني الكبير مازن طه ووقعا في حب بعضهما البعض، ومن ثم قرار الزواج وسط احتفال الأهل والأصدقاء. أنجبت ليلى ابنها الوحيد من هذه الزيجة، وبعد سنوات اتفق كل من مازن وليلى على الطلاق بسبب كثرة الخلافات بينهما. وبعد سنوات من الفراق عاد الثنائي مرة أخرى وتزوجا بعد اتفاق أجرياه بتقليل المشادات والمشاحنات، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وبالفعل عانت ليلى عوض من نفس المشكلات التي جعلتها تقبل على خطوة وقرار الطلاق في المرة الأولى، ليقرر الثنائي الانفصال والالتزام بوعد كل منهما للآخر بأن يظلا صديقين. وعن بدايتها الفنية ومشوارها الفني، ظهرت ليلى عوض لأول مرة على شاشات التلفزيون تحديدا في عام 89، وذلك بعدما تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وعرض عليها أكثر من عرض تلفزيوني وسينمائي في هذا الوقت، ليس فقط بسبب موهبتها الجبارة، ولكن لملامحها الجميلة والجذابة التي تجذب الأنظار إليها. وكان من أبرز المخرجين الذين عملت معهم ليلى عوض هو المخرج الكبير محمد شاهين، والذي شاركته ليلى في تجربتها الوحيدة في السينما. اعتقال الفنانة السورية ليلى عوض. تفاجأ جمهور ومتابعي الفنانة القديرة ليلى عوض من انتشار خبر اعتقالها من قبل أمن الدولة السورية، ذلك بعد قيامها بالإدلاء بشهادة ضد رغبة النظام. فمنذ اندلاع الثورة في سوريا اعتبرت ليلى نفسها وكأنها مذيعة للسوريين، كانت تقوم بنشر كل ما يتعلق بأخبار المعتقل وأخبار الثوار، بالإضافة إلى ردود الأفعال حول القرارات التي تصدر من رئاسة الجمهورية. فعندما سألها أحد الصحفيين هل هي كانت ضد أو مع المظاهرات والمعتقلين، وهل كانت المظاهرات سلمية أم لا، رفضت ليلى التصريح بأي شيء ينافي للحقيقة، وأقرت واعترفت بأن المظاهرات كانت سلمية ولم يستخدم أي شاب أي أداة عنف، الأمر الذي أغضب النظام بشدة بل وجعله يخرج بأمر اعتقال لليلى عوض.
ظلت الفنانة السورية ليلى عوض في المعتقل ما يقارب العام ونصف، وبعد فترة صغيرة بدأت الأخبار تقل عنها، بل وانشغل الناس بأخبار أخرى. والغريب في الأمر أنه لم يقم أي فنان سوري سوى مجموعة صغيرة جدا بدعم الفنانة ليلى، وأبرزهم الفنانة السورية كندا علوش. الأمر الذي جعل عدد من محبي ومتابعي ليلى عوض يصابون بالدهشة. وبعد قرار عفو من رئاسة الجمهورية، خرجت ليلى إلى الحياة مرة أخرى. وبعد خروجها قامت بكتابة منشور شكرت فيه رئيس الجمهورية على قرار العفو الذي أصدره لإخراجها من المعتقل. فكان منشورها سبب لغضب عدد كبير من متابعيها، فكيف تكون قد دخلت إلى المعتقل بسبب غضبها من الرئاسة، وبعد خروجها تقوم بكتابة رسالة شكر؟ ووجهت الفنانة ليلى عوض رسالة إلى زملائها الذين لم يدعموها في محنتها. وقالت بأنها بعد هذه الفترة الصعبة تمكنت من اكتشاف الأمور على حقيقتها، وأنها الآن تعلم من الصديق الحقيقي من المزيف.